هل الفترة دي الجوازات بتعدي 30 سنة؟ الأول الهواية أن أمسك منظمة إلى أن صدرت مشروعة الامتحان الفني الحنفي الأولى في البنكنوت، ودي بصراحة ساعدتنا كتير جدا، لأن إحنا كنا بنمشي بنتخبط ما نعرفش الخبر من الورقة دي إيه، اتصدرت إمتى أو الظروف اختارها أو الحاجات اللي عليها إيه، الصورة دي صورة إيه كده، فدي ساعدتنا كتير جدا في الهواية. وظهر بعد كده عملية تقييم الأوراق المالية اللي هي التذكارية والبنك نوت القديم. عملية التقييم دي تكتب الورقة مصداقية وتكتبها قيمة مادية، وليس مادية فقط ولكن قيمة أيضا تراثية. كنا بنلجأ للتقييم بالنوادر والعملات اللي هي تستحق التقييم فعلا، لحد ما عرفنا بعد كده ان في مشروع تقييم هيقام في مصر. طبعا عمليه التقييم كانت عمليه خطره جدا، لازم تاخدها معاك او تشتغلها مع حد يقيمك احد الشركات في الخارج ويعود بيها مره اخرى، وكل ده طبعا في الامور صعبه وتاخد شهور عبال ما تتقيم. لما عرفنا ان المهندس مجدي حنفي بيعمل الخدمه الثانيه بعد الموضوعات اللي هي عملية تقييم الورق محليا للناس مبسوطين ومحايدين، دي حاجة كتير جدا، إنها كده وفرت عليا المجهود والوقت، ومع مرور الوقت أعتقد إن الشركة تكتسب مصداقية عالمية زي مشروع الباشمهندس مجدي حنفي، ما اكتسبت برضه ثقة عالمية، وأصبح أي حاجة بتتباع في المجال إن شاء الله هنرقمها ليس فقط في الكتالوج العالمي ولكن رقمها في مشروع الباشمهندس مجدي حنفي M4M30M1. فنرجو إن شاء الله إن شركة التقييم المحلية تأخذ نفس الثقة العالمية، وإن شاء الله هتاخدها مرتين كده، ويصبح تقييمها أيضا معترف به في سواء في الـ EA أو في المدادات العالمية اللي بتعرض القطع البرنامجيات النادر. وليس فقط الكنترول المصري، يعني انا اعتقد ان الشركه ايضا يمكنها تقييم الكنترول العربي المحتوى الطباعه الليبي والعراقي والسوري والسوداني، وكذلك الكنترول الاجنبي اذا كان الدولار مثلا في 1922 او الدولار له اصدار معين. فدي على فكره اعتقد انها ليست فقط محدوده بالعملات المصريه لكن محدوده ايضا بالعملات العالميه، لذلك تبقى ان شاء الله قطعه عالميه وهنشوفها على القريب العاجل ان شاء الله من احد الشركات الموثقه عالميا. الله اعلم. شكرا.